السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح شخصيات القرآن، الشخصيات الكثيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار إن هو يجعلها نماذج عملية لتوجيهاته، نماذج عملية لمنهجه اللي أراده من العباد اللي بيقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، أو على النقيض نماذج للي ما التزموش بهذا النهج أو اللي ما ساروش على مراد الله سبحانه وتعالى. لسه مع مجموعة الشخصيات المتعلقة بسيدنا موسى، اتكلمنا عن فرعون، عن مؤمن آل فرعون، عن السحرة. معانا في هذه الحلقة بقى هنبدأ في شخصيات بني إسرائيل. بني إسرائيل اللي القرآن كاد أن يكون لهم، زي ما بعض السلف كانوا بيقولوا كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه. احنا قلنا إن من أكثر النماذج اللي وردت في القرآن ومن أكثر الشخصيات اللي وردت ذكرها في القرآن بني إسرائيل. آيات كتير جدا، سياقات متعددة، بس أغلبها سياقات ذم، وتقريبا يعني من الفئات أو من المجموعات البشرية اللي ذمت بإطلاق إلا استثناءات بسيطة جدا. خلي بالك، يعني الأصل في بني إسرائيل كان الذم وكان بيطلق، وقالت اليهود يد الله مغلولة كده بهذا الإطلاق، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف الخطاب، أنتوا عملتوا كده بشكل مطلق. وأحيانا بيبقى فيه يعني استثناء، يعني ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، أو إلا قليلا، تجد إلا قليلا أو أكثرهم. لكن السياقات الأكثر في كلام عن بني إسرائيل كانت سياقات ذم عام ومطلق، وده يدلك على رغم الإنصاف القرآني. أنتوا عارفين يعني حتى لما ربنا قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وربنا قال ليس سواء، يعني دايما في استثناءات قرآنية عشان ترسيخ قاعدة الإنصاف. لكن مع بني إسرائيل رغم أن كان في برضو استثناءات بسيطة، إلا أن الأغلب في الآيات كان مطلق للدلالة على أن الأصل في الناس دي كده. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، مطلقة أشد الناس عداوة، ويطلق بقى اليهود، ما قالش حتى هنا في السياق ده إلا قليلا. ليه؟ للدلالة على أن الأصل في هذه الفئة من البشر كان تكذيب والتمرد والخداع والعصيان وهذه الأشياء التي هنتكلم عنها في هذه الحلقة واللي بعدها إن شاء الله. وجايز نحتاج حلقة ثالثة، لأن بني إسرائيل موضوع كبير جدا محتاج لتدبر وفهم، خصوصا مع كثرة سياقات ذكرهم في القرآن وكثرة القصص المتعلقة بهم، قصة طالوت وجالوت، قصة أصحاب السبت، قصة البقرة، يعني عدد من القصص متعلق كله بهذه الجوانب من الشخصية اللي محتاجين فعلا إن احنا نحيط بها علم، يعني نشوف إيه موضوع شخصية بني إسرائيل ده. والتكرار ده العلماء اتكلموا فيه كتير، يعني طب ليه بني إسرائيل؟ فالبعض قال يعني عشان دي هتبقى الأمة المعادية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعشان نعرف عدونا. ده قول بعض العلماء، قال لا، ده هي عشان كانت الأمة المستخلفة قبلنا. والحقيقة ده وجه، بني إسرائيل فعلا كانت أمة مفضلة، وربنا سبحانه وتعالى صرح بهذا وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني حكاية شعب الله المختار صحيح مش مستمرة، بس هم اختيروا فعلا. في لحظة ربنا قال لقد اخترناهم، وفي لحظة قال وفضلناهم. ربنا سبحانه وتعالى قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فضلهم بإرسال رسل، عدد كبير جدا من الرسل أرسل لبني إسرائيل، يقتلوا رسول، يكذبوا رسول، يجيلهم تاني. ده في مرة جالهم نبيين مع بعض، سيدنا موسى وسيدنا هارون. ده في مرة، ده سيدنا موسى وسيدنا هارون، وقيل كمان يوشع بن نون كان غلام سيدنا موسى معاه. يعني شوف الـ 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 الإكرام والتفضيل، فضلوا بنعم كتيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم أشياء ونعم وأجاب دعاء وإنجاء متكرر، تحس يعني طول القرآن كده كم مرة نجاهم، يعني كل شوية تلاقي لفظ وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ نجينا، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اتكلمنا بقى وإحنا في الحلقات اللي فاتت عن اللي حصل لفرعون وقومه. فبتلاقي آيات، معجزات، تفضيل، إجابة دعاء، وفي كل مرة بتلاقي مقابل ده جحود. لذلك لما بتشوف الكلام بقى اللي جه في دم بني إسرائيل في القرآن بتلاقي آيات شديدة جدا، كلام فيه يعني درجة من درجات الوعيد الرهيب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
لعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، نبيين من أرحم الأنبياء، نبي الجبال بتقوب معه هو الطير سيدنا داود، ونبي تاني يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيا به الموتى، ويعني وكان رحيما بأمه، ويعني مشهور رحمة سيدنا عيسى عليه السلام. ومع ذلك لما يجي الكلام عن هؤلاء عن هذين النبيين مع بني إسرائيل لعنوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بني إسرائيل سياقات اللعن بتاعتهم سياقات شديدة جدا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ شوف السؤال القرآني. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. كلام منتهي، اقطع الطمع فيهم، ما فيش فايدة. ليه؟ ولله المثل الأعلى. أنت لما حتى شوفها في حياتك، لما أنت مثلا تكون أكرمت إنسان وتقربت له وعملت كل اللي تقدر عليه عشان يعني تحسن إليه بكل السبل، زي ما بيقولوا يعني، وإن كان طبعا الخير خير من الله عز وجل، كما يقولوا خيره عليه لحم اكتافه من خيره، طبعا ده كلام مش منضبط، لكن السياق اللي بيؤدي لهذا اللفظ مثلا، واحد فعلا فعلا عمل لك كل حاجة، وبعدين أنت عملت له كل حاجة، وواجه كل ده مثلا بالإيذاء والجحود والنكران والعصيان، وكمان أذاك، وكمان اتكلم عنك بشكل، شوف أنت في علاقتك بيه ساعتها بيبقى حالك عامل إزاي. فما بالك، ولله المثل الأعلى، اللي عمل كده مع رب العزة سبحانه وتعالى. بني إسرائيل كانوا دايما ذاكرتهم زي ما بيقولوا ذاكرة سمكية، شافوا كمية آيات كمية معجزات. حتى مسألة النجاة، النجاة اللي بتتكرر في قصة بني إسرائيل ما كانتش أبدا نجاة عادية، يعني دايما لما كانوا بينجوا، يعني كان ممكن مثلا هما بينجوا من فرعون ينجوا بالطريق اللي الناس بتنجوا بيه، حرب مثلا بينهم وبين فرعون وربنا ينصرهم، قتال، زلزال، طوفان، حاجة معتادة، يعني حاجة من اللي بتحصل، مش يعني هي طبعا آيات كلها، بس يعني حاجات حصلت لغيرهم، أو لا هم بالذات يجي لهم الحاجة مميزة، يشوفوا آيات تحصل لفرعون وطوفان وجراد وقمل وضفادع وسنين ومجاعات، وبعدين شق بحر. شوف النجاة تيجي ازاي، شق بحر، حاجة لا حصلت قبلهم ولا حصلت بعدهم، ليهم بس يعدوا ها ويغرق عدوهم وربنا ينجيه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. يطلعوا يعدوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده لسه حالا في آية، ومش آية عادية، وفي نجاة، ومش نجاة بطريق عادي، نجاة بمعجزة ما حصلتش ولا حصلت بعدها ولا قبلها. أمال إيه ده؟ لذلك بقى تعرف وتفهم ساعتها ليه اللعن، ليه بني إسرائيل درجة الذم بتاعتهم درجة مختلفة، ليه تكرار هذه القصة، إن كل شوية يجي ذكر هؤلاء وجوانب شخصيتهم اللي هنتعرض ليها دلوقتي. عشان يا جماعة خلوا بالكم من النموذج ده، النموذج ده ما ينفعش، النموذج ده تحذروه، النموذج ده هو أخطر نموذج ممكن تقعوا فيه أو في طريقه وهتقعوا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، وقالوا له كده ساعتها، سألوه يا رسول الله أنت بتقصد هؤلاء؟ فمن قضية، مش قضية، ده أنت ربنا جعل وأنت بتدعي دعائك اليومي 17 مرة في صلاتك وأنت بتقرأ الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اليهود بداية ولا الضالين المسار، مش عايز دول يا رب، مش عايز أبقى في طريقهم. لأن النبي قال هتتبعوا في حاجات هتقعوا فيها، وفعلا حصل، هتلاقي وإحنا بنتعرض لقصة بني إسرائيل والتفاصيل اللي عملوها هتلاقي حاجات للأسف أمتنا وقعت فيها، للأسف هتلاقي تفاصيل من هذه الشخصيات إحنا بقينا شبههم، بقينا بنقول زيهم، بقينا بنعمل زيهم، مش شرط الحاجات بالملي زي ما بيقولوا، لكن لا لا، النوعية بتاعت الحاجات دي إحنا وقعنا فيها، أمتنا وقعت فيها. الشاهد إن هذا التقابل الشديد وهذا يعني التضاد بين نعم الله سبحانه وتعالى وبين إكرامه وبين هذا الجحود والنكران هو ده اللي بيطلع شخصية بني إسرائيل، وله سبب واضح جدا هنتكلم عنه في الحلقة الجاية اللي بتدور حوله بعد كده ملامح هذه الشخصية وملامح الجرائم اللي ارتكبها بني إسرائيل في حق أنفسهم، في حق غيرهم، في حق الناس، في حق أفضل الناس وهم الأنبياء، وجرائم في حق الله، هنكملها إن شاء الله في الحلقة الجاية في حلقات ملامح. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.